السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. أعتقد أغلبنا يعرف طريقة تصدير الجداول من رفة الأكسل، لكن ممكن يكون الموضوع أكثر تعقيدا لو سوينا العكس، يعني لو حبينا ندر الجداول من ملفات الأكسل الرفت. فبيكون هذا موضوع درس اليوم، بنتعلم خطوات بسيطة جدا باستخدام إضافة مجانية تماما للرفت اسمها تيبل جان، إضافة جداول من الأكسل الرفت، وتكون بجدول منفصل وبتنضاف تحت قائمة السكيدجولز والكوانتيتيز أو الجداول والكميات، ونقدر نعدل عليها مباشرة من رفت ونضيفها للشيتس. تركت لك رابط الإضافة في الوصف تحت هذا الفيديو، وبقول لك على طريقة التحميل قبل لا نبدأ في رفت. لو تحتاج تعرف طريقة تصدير الجداول من رفت الإكسل عرفني بالتعليقات، وبيكون فيديو منفصل في أقرب وقت. قبل لا نبدأ الفيديو أحب أقول لك إنه في طريقة ثانية ممكن نستخدمها لإضافة جداول الإكسل الرفت بدون أي إضافة، لكن فيها بعض العيوب بقول لكم عليها في نهاية الفيديو، وبتكون الصورة أوضح لما نعرف المميزات اللي تقدمها لنا هذا الإضافة. الآن بقول لكم على طريقة تحميل البلوجن، وبعدها بننتقل مباشرة لطريقة الاستخدام في رفت. أول ما تدخل على الرابط اللي حطيته لك في الوصف بيدخلك مباشرة على هذه الإكستنشن، لأنه في الموقع في مجموعة من البلوجنز أو الإكستنشنز. هنا لما نجي على رفت البلوجنز في مجموعة منها، بس إحنا بيكون تركيزنا على هذه البلوجن اليوم. في البداية في بس هنا وصف البلوجن، وبعدها هنا في مجموعة من المميزات أو الفيتشرز اللي موجودة فيها، إنه مو بس نقدر ندخل التيبلز أو الجداول، نقدر أيضا ندخل تشارتس، نقدر ندخل صور. ومن مميزات هذا الاكستنشن انها اوتوماتيكلي سينكرونايزد، يعني لما نحدث الجداول في اكسل بتتحدث مباشره عندنا في رفت. لما تنزل هنا بيكون في بتشوف انه في فلوس، لكن هي مجرد هذه دونيت، يعني لو تحب تتبرع لهم، لكن الاكستنشن مجانيه بالكامل. ايضا احنا تركيزنا على زي ما قلنا اليوم على بس الجداول، فلو تحب انت تتعلم انه كيف تدخل شارت او صور، كل اللي عليك تسوي انه تضغط على توتوريالز بيدخلك على قناتهم في اليوتيوب، وايضا ممكن تستفيد من هذا الفيديو لو تحب تتعلم المميزات الثانيه في هذا الاكستنشن. فاحنا عشان بننزله نضغط على فري داونلود، من هنا بيفتح على صفحه ثانيه، نضغط على داونلود. ممكن يطلب منك بس ايميل وباسورد، مو اكثر من كذا، يعني تسجيل اعتيادي. لما تنزله احرص بعدها اول ما تنزل عندك انه رفت يكون مسكر، وبعدها ثبت تثبيت عادي. لما نروح الرفت بتكون موجودة هنا، بنشوفها يعني في تاب لوحدها، بتكون هنا. يعني اي لما تنزل اي extensions او plugins من هذا الموقع بتكون كلها في هذا التاب الخاص فيهم. طيب الان كيف ندخل الجداول؟ بس بنسوي شيء بسيط في اكسل قبل لا نبدأ في رفت. بنروح للاكسل. الآن اللي بنسويه في أكسل جدا شيء بسيط، مجرد إننا بنروح للفورمولاز، ومن هنا بنختار define name، ومن هنا نسميه أي اسم، اسم الجدول اللي عندنا مثلا نوم. وبعدها هنا السكوب، هل نبغى الورك بوك كامل، يعني ملف الأكسل كامل، ولا الشيت؟ ما راح تفرق هنا مرة كثير لأنه أصلا ما عندنا إلا هذا الشيت. من هنا الريفرنس تو، هذا جدا مهم، نضغط على السهم الصغير من هنا، وبعدها نختار الخلايا أو السيلز اللي نبغاها تكون معنا، ونضغط على السهم. لما نخلص نضغط على اوكي، فكذا اضفناه، نسوي سيف. بعدها نروح الرفت، نفتح في رفت. احنا خلاص كذا في اكسل هذا كل اللي بنسويه، نفتح واحده من السامبل فايلز عشان نحط فيها الجدول. نضغط على فايل اوبن، ننزل على تحت للسامبل فايلز، ونفتح هذا المشروع، نضغط على اوبن. بعدها الآن ما راح تفرق الفيو اللي احنا نسوي فيها، لأنها كذا كذا بتكون تحت السكيدجول والكوانتيتيز من هنا، أو السكيدجولز والكوانتيتيز. فاللي بنسويه إنه بنروح للإكستنشن، نضغط على التيبل جون، ومن هنا نضغط على آد تيبل. هنا العدد الكوبي كم نسخة نبغى، بعدها الإكسل فايل بس نحدد المسار اللي فيه ملف الإكسل، نضغط على أوبن. من هنا الشيت اللي هي بتكون الشيت الأولى، بعدها اسم الرفرنس اللي احنا اخترناه هناك. هنا هذه جدا مهمة ان بنغيرها من legend لسكيدجول، لانها نبغاها احنا تدخل لنا كجدول. وبعدها نضغط على اوكي، نستنى بس دقائق على بال ما يخلص، وبعدها بيكون عندنا الجدول موجود. قبل بعد ما نضغط على apply، بس قبلها في معلومة مهمة، انه انت لو تبغى الجدول يتحدث لما تحدث في اكسل، نضغط على هذا الاوتو سكان. هذه الاوتو سكان ما راح تسويها بنفس الوقت اللي الاكسل ورفت مفتوحين، لكن لما تسكر رفت وتحدث الجدول في اكسل على طول اول ما تفتح رفت بيسوي له ابديت، فمهم ان نحط على هذا الاختيار صح. بعدها نضغط على ابلاي، اول ما نضغط على ابلاي بس انتبه هنا انه بتنضاف عندك الجدول، نضغط على ابلاي.
وهنا اسم السكيدجول، فنضغط على اوكي. فهنا لما نروح للسكيدجول بيكون بان معنا بهذا الشكل، وطبعا هنا نقدر نضيف المعلومات ونعدل عليها على طول من هنا، وبنفس الالوان نقدر نعدل على الفونت لانها خلاص كانه جدول سويناه احنا في ربط، فجدا سريعه وجدا مفيده. لو نبغى ندخله للشيت ايضا من ممكن ندخله للشيت، نروح مثلا لهذا الشيت، ممكن نسحب هذه على تحت لان الجدول شوي طويل، نسحبها بعدها عادي بس دراج، ممكن نحذف هذا السكشن. فهنا نحطه بهذا الشكل. لو حبينا نحدث المعلومات طبعا نقدر نحدثها، نروح للشيت مثلا نغير من هنا من 1 نخليها مثلا 12. الان لما نروح للجدول او لما نروح للشيت بتكون طبعا يعني كزي ربط على طول، لما نشتغل بمكان بيكون بكل مكان يحدث المعلومات فبتكون هنا. لكن في شيء جدا مهم، الان لو حطينا معلومات مختلفه في ربط عن اكسل هو بيتبع مين؟ بيتبع اكسل. يعني لو نروح لاكسل ونغير من هنا من المعلومات مثلا نخلي هذه 200 مثلا، كل هذه المعلومات كل هذه نخليها على 200. قبل نسوي ابديت طبعا لازم نسوي سيف، بعدها نروح الرفت ومن هنا نحدد عليه، نحط عليه علامة صح، ومن هنا نسوي أبديت، إما نضغط على هذا السهم أو نسوي أبديت، نضغط على أبلاي خلاص سوي أبديت. الآن بنشوف إن المعلومات اللي حطيناها في أكسل هي اللي اتبعها. ممكن نستغني عن أكسل وخلاص نشتغل على رفت، بس لو تحب إنه يكون الأكسل والرفت نفس الشيء لازم تكون المعلومات متوافقة. قلت لكم في بداية الفيديو أن بقول لكم على طريقة ثانية ممكن نستخدمها لو اضطرينا لها بدون هذه الاكستنشن، وهو بيسيكلي نقدر نستخدم الكاد. اللي بنسويه انه نسوي امبورت للجدول لكاد وبعدها الرفت على طول للشيت. فهذا العيب الاول انه احنا ما نقدر نعدل عليها في رفت لانها ما راح تكون تحت السكيدجولز والكوانتيتي، فهذا العيب الاول. والثاني ما راح تكون في جدول منفصل وايضا ما نقدر نعدل عليها. والعيب الثالث انه احنا لو نبغى نسوي ابديت لهذا الجدول بنضطر انه نسوي ابديت في اكسل بعدها نسوي ابديت في كاد وبعدها نسوي ابديت لهذا الجدول من الرفت، فبياخذ الموضوع معنا وقت. والعيب الرابع طبعا لما ندخل الفونت في كاد يعني ما يكون بأحسن حالات ولازم نعدل عليه في كاد وبعدها نسوي أبديت في رفت، فبياخذ الموضوع وقت. لكن قد أقول لكم على هذه الطريقة لو اضطريت أنه تستخدمها أنه تكون عارف الأوبشنز الثانية اللي موجودة عندك وبس. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لا تنسوا زي ما قلت لكم حطيتك رابط الإضافة في الوصف تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو استفدت منه ولو بالشيء القليل أقدر دعمك للقناة بالضغط على زر اللايك، ولو تحب تتعلم أكثر اشترك في القناة وفعل الجرس لو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. ولو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد مشاركته في التعليقات تحت الفيديو وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا وكالعادة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم في أمان الله.